الصفحة الأخرى الدرس السابع أكمل ال complete the conversation with the words and phrases from the box. أكمل المحادثة بالكلمات والعبارات من الصندوق. هذا هو الصندوق. أوكي زين. So crowded that مزدحم جدا بحيث. Such a long way طريق طويل نوعا ما. Such نوعا ما that بحيث أو بأن. So hot حار جدا. خلينا نشوف عندنا نور وكاتي. Would you like to go for a walk to the shops? هل ترغبين ب يعني الذهاب في يعني جولة نتمشى to the shops للمحلات؟ No, not really. ليس تماما. I don't feel like it. أنا لا أحبها. لا أحب ذلك. It is. It's today. خلينا نقول مثلا نعطيها so hot today. حار الجو حار جدا اليوم. خلينا نقول نعطيها اوكي نجاوب نقول سو هوت نعطيها سو هوت اوكي طيب زين. وي كان ووك تو ابو نواس بارك يمكننا ان نتمشى الى متنزه ابو نواس. ابو نواس اتس نايس اند كول ذير. الطقس لطيف ويعني بارد نوعا ما بارد يعني هناك مو بارد بارد بس لطيف معتدل. كاتي but that's to walk that's ممكن نختار لها such a long way. خلنا نقول such a long way ولكنه طريق طويل نوعا ما لكي نتمشى. نور don't be so lazy لا تكوني كسولة جدا. You like it when you go there سوف يعني ترتاحي له عندما أنت تذهبين هناك. It's so lovely إنه جميل جدا. And shady ويعني مظلل شون ذو ظلال under the trees تحت الأشجار. كاتي oh نور why don't we go tomorrow يعني يا نور لماذا لا نذهب غدا. Nor no, tomorrow is Friday and it will be really crowded. غدا سوف يكون يوم الجمعة وسوف يكون مزدحما حقا. How do you know? كاتي قالت كيف أنت تعرفين. How do you know? كيف تعرفين ذلك. I went there last Friday. أنا ذهبت إلى هناك الجمعة الماضية with لطيفة مع لطيفة and it was شنو ننطيها It was so crowded that نعطيها so crowded so crowded that وكان يعني مزدحم جدا بحيث احنا لم نستطع get a seat in the shade بحيث احنا لم نستطع ان نحصل على يعني seat مقعد in the shade في يعني تحت الظلال في المظلل هناك شلون تحت الاشجار. كاتي you are exaggeration a bit aren't you تقولها انت تبالغين نوعا ما الى حد معين او قليلا. aren't you ليس كذلك. not really ليس تماما. there were long queues خلينا نقول هناك طوابير طويله at the drinks stalls هناك طوابير طويلة على هاي الستولز الأكشاك مال الشرب المشاريب. We nearly died of thirst بحيث هنا لازم تنتهي ذات هنا الذات هنا نخلي ذات هنا نخلي ذات أوكي هاي هنا ذات وهي أعتقد تأخر وحدة زين هاي خلي شوية نظللها أفضل شوية هاي أظللها حتى تبدو واضحة هذه اوكي و so crowded هنا كم وحدة؟ وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وحدة اثنين ثلاثة أربعة حيث ايش بقى عندنا؟ عندنا such هنا لازم نخلي such هنا راح نخلي such اوكي نوعا ما تقولها تقول هنا يعني ليس تماما سوف تكون هناك تكون هناك طوابير طويلة نوعا ما على الأكشاك ستولز هاي الأكشاك الصغيرة اللي تصير مع المشاريب ذات بحيث
we nearly died of thirst, بحيث أننا سوف نموت يعني تقريبا يعني نكون ميتين من of thirst من العطش. كاتي قالت okay let's go, حسنا لنذهب, but let's go for a drink, ولكن لنذهب لنشرب and ice cream first, يعني نشرب ونتناول المثلجات first أولا to give us energy لكي تعطينا الطاقة. نور honestly كاتي نور تقولها بصراحة يعني وبأمانة أقول لك يا كاتي it's just a walk to the park, إنها مجرد جولة للبارك المتنزه, not a trip across the Sahara, وهي ليست رحلة عبر الصحراء أوكي عبر الصحراء الأفريقية هاي الكبيرة أوكي. كاتي قالت I know but I really feel like an ice cream, ولكن حقا أنا أرغب بتناول الآيس كريم المثلجات. نور قالت okay we can have حسنا نحن نستطيع أن نتناول واحدة at the Oasis Cafe, في هاي الأوسيس كافية في مقهى الواحة كافيتيريا العفو كافي الواحة مثلا نتناول واحدة. That's Katiga, that's really a good idea, تلك حقا فكرة طيبة. Let's go in 10 minutes, نذهب في غضون 10 دقائق. لابين بالنشاط طبعا هنا يقول لي listen and check your answers, هاي بالنسبة للدرس السابق تقدرون ترجعوا له حسب الأرقام مالت الصفحات. عندنا أدانا سي يقول لي work in pairs, اعمل ضمن ثنائيات يعني انت وزميلك انت وزميلتك او يعني شلون work in pairs اعمل على شكل ثنائيات. make suggestions and respond to them, قم بعمل اقتراحات and respond to them واستجب اليها. using the phrases in bold, مستخدما العبارات باللون الغامق. The conversation exercise A, العفو في المحادثة اللي موجودة في تمرين A اللي هي هذه أوكي تمرين A أوكي. طيب use your own ideas, استخدم أفكارك الخاصة. Or the suggestions أو المقترحات in the box below في الصندوق أثناء الليلية. Go bowling, go skating, go to the park, play football, tennis, go for a walk to the cinema, visit a museum, have a party, a cafe, stay at home and watch TV. Okay? طيب. إذن هذا ممكن يكون نشاط بالصف conversation محادثة تكون يستخدمون فيها الطلبة العبارات الموجودة في الخط الغامق اللي هي هذه مثلا يقدمون مقترحات هذه would you like to مثلا يقول would you like to مثلا ترغب مثلا بشيء ويستخدمون مثلا go bowling go skating go to the park وهكذا من هذني مثلا يستخدم لهذني الكلمات ومع هذه الأشبه سوى أشبه من المقترحات إجابة تكون بشكل سلبي أو تكون بشكل يعني إيجابي شو شلون يريدها مثلا not really ليس تماما I don't like it هذه مثلا why don't we هذا مقترح why don't we ومع التكملة. طيب شنو اللي عندنا هذه بالبول okay let's go مثلا هاي تنطيها موافقة مثلا I really feel like flashing مثلا أنا حقا أرغب ب أشعر برغبة نحو مثلا قد شيء معين. We can have مثلا flash that's a good idea هاي تستعمل هذه تستعمل داخل الصف تسوي conversation ومثلا هذه مع هذه المقترحات would you like to go to the cinema would you like to go to visit a museum وهكذا وراح يجيب يعني الطالب اللي وياك او الطالبة اللي وياك شلون مثلا يقول يعني من هذه يقول له why don't we هاي اذا تقدم مقترح مثلا مقابل مثلا او تقول له not really I don't feel like it مثلا وهكذا اوكي اشبه بالكونفرزيشن تصير داخل الصف يقدر المدرس يدير
هذه العملية. هنا أعطيني why would you like to go bowling this weekend؟ هل ترغب في الذهاب للعب bowling في هذه في عطلة نهاية الأسبوع هذه؟ قل not really، ليس تماما. I don't like bowling very much. أنا لا أحب bowling very much. هاي bowling اللي هي الكرات اللي تصير ويشمروها أشبه بال خلونها البولينج، تقدر يعني تستفسر عن البولينج. هاي ترمى من يعني أشبه بالكرة، ويعني فيها ثلاثة ثقوب وتقريبا، وتمسك باليد وأشبه بالكرة الحديدية، وترمى في تراك معين، ترمى في ضمن مسار معين، وتضرب بمجموعة من الأعواد وهكذا. يقول why don't we go to the cinema؟ لما لا نذهب للسينما؟ يقول okay، لا بأس، that's a good idea، تلك حسنا، تلك فكرة حسنة. okay، يعني أشبه بهذا الحوار، هذه الأشياء المقترحات ومعها هذه العبارات بتصير. طيب هنا يقول sometimes we link a consonant sound to a vowel sound that follow it. يقول أحيانا نحن نربط صوت صحيح بصوت علة يكون تابعا له. Listen and mark the links to the sentences below. استمع وأشر الرابط شلون راح يصير في الجمل أدنى. هلا نشوفه. It's nice and cool there. It's nice and cool there. You like it. We couldn't get a seat in the shade. ترجمة it's nice and cool there، إنه أمر، إنه شيء لطيف ومنعش هناك، مثلا شيء طيب. you like it، أنت سوف تحبه. we couldn't get a seat in the shade، نحن لم نستطع الحصول على مقعد في الظل. you are exaggerating a bit، aren't you، إنك تبالغ إلى قليلا، ليس كذلك؟ there were such long queues at the drinks stalls. هنا يوجد كان هنالك يعني queues، طوابير طويلة على هاي الكوشينات، يعني هاي stalls الكوشينات مال المشارب، شلون الكوشين بيصير للبيع. let's go for a drink and ice cream first. لنذهب لتناول الشراب و المثلجات أولا. it's just a walk to the park، إنها مجرد نزهة أو جولة إلى المتنزه. not a trip across the Sahara، ليست رحلة عبر الصحراء، هاي الصحراء الأفريقية الكبيرة. but I really feel like an ice cream، ولكن أنا حقا أرغب بتناول، أشعر برغبة نحو تناول المثلجات. خلينا نستمع أعزائي. Listen and mark the links in the sentences below. 1. It's nice and cool there. 2. You'll like it. 3. We couldn't get a seat in the shade. 4. You're exaggerating a bit, aren't you? 5. There were such long queues at the drink stalls. 6. Let's go for a drink and an ice cream first. 7. It's just a walk to the park, not a trip across the Sahara. 8. But I really feel like an ice cream. Section 29. Listen and mark the links in the sentences below. 1. It's nice and cool there. 2. You'll like it. 3. We couldn't get a seat in the shade. 4. You're exaggerating a bit, aren't you?
5. There were such long queues at the drink stalls. 6. Let's go for a drink and an ice cream first. 7. It's just a walk to the park, not a trip across the Sahara. 8. But I really feel like an ice cream. إذن أعزائي شفتوا أنه مثلاً هنا شرح يقول لي أحياناً هنا نرجع أحياناً نحن نربط صوت صحيح إلى نربط صوت صحيح إلى صوت علة يتبعه يعني هسا مثلاً لو أشاركم إياه صوت صحيح صوت صحيح هذا مثلاً هنا يقول نايس نايس أن هنا هذا ميل لفظين حسب نايس أن كول نايس أن كول نايس أن كول هذا يقصد نايس اند كول شوف هذا ربط صوت هنا صوت صحيح وصوت علة يعني صوت علة يتبعه like it like like it like it you like it لاحظ صوت صحيح وجو عدا علة get 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 seating seating وهكذا a better end وهكذا كيوزت هذه هنا هذه خليت لكم التأشيرات هذه تقدر أنت تجيكها let's go for a walk let's go for a walk and for a walk and for a walk and an ice cream يعني شلون الوصل شلون احنا عندنا باللغة العربية الوصل يعني شلون وصل يعني بطريقة سريعة it's a, يعني شلون أقول it's nice and cool there it's nice and cool there you like it you couldn't get a seat in the shade You are exaggerating a bit, aren't you? There were such an long queues at the drink stalls. Let's go for a drink and ice cream first. It's just a walk to the park, not a trip across the Sahara. But I really feel like an ice cream. وهكذا. Okay, as I say, موضوع بسيط جدا. Listen and repeat the sentences. يقول هنا استمع ويعني ردد الجمل مرة أخرى هذه الصفحة أعزائي اللي هي 37 انتهت التقيكم في درس قادم وإلى اللقاء